كتير تبع تفاصيل أنت، يعني بتراقب كل واحد، بتحكي مع الإضاءة، بتحكي مع المونتير، بتحكي مع عن البرومو. إن هو المنتج، في منتجين كتير أو بيعملوا أعمال فلوس بس، دي تجارة، يعني عاملين هم التجارة، عايزين يكسبوا أو يخسروا. أنا بمارس المهنة دي بكل أنواعها. أهم شيء بكل مسلسلات وأفلام السبكي هي الأغنية. أنا هلأ بمطبخ صناعة أغنية إحنا جينا يلي بغنيها كمان حسن الرداد. دايما بحسه لحسن بميل أكتر لللايت دراما أو للكوميدي من أنه يكون الهيفي دراما. بالعكس، حسن ممثل شاطر جدا ومتنوع جدا، وانا شايف ان حسن من اكتر الممثلين اللي مجازفه وبتحب تجازف وبتختلف.